هذا وقد شهد مدبولي الاحتفالية التي أقامتها هيئة قناة السويس لتدشين الكراكة الجديدة حسين طنطاوي والاحتفال بانضمامها لأسطول كراكات هيئة قناة السويس. وتم بناء الكراكة حسين طنطاوي في أكبر الترسانات العالمية في هولندا كجزء من صفقة كبرى لبناء أكبر كراكتين بالشرق الأوسط. جاء الاحتفال بحضور رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع ومحافظ الإسماعيلية شريف بشارة وعدد من المحافظين وقيادات هيئة قناة السويس. We'll be right back.